مثل ما عم بقول لك انا فانزات صغار وبنات، بدك تطلع بدك تجيب تنمر، لا انا عم بقول لك مثل ما عم بقول لك انه هيك حواليك كله فيك بيبل، كله عالم اللي حوالي كلهم فيك يعني. ما حيطلع بوشه مثل غرام رخني انا بالمنام عم شوف لك في حبيبي انا ميز على ليك كيف بدي اقول لك حرين هون ها ليش بلشت التيك توك تبعك؟ فترة الكورونا كان ما في شي نعمل ووقتها ما كنت فاتح الصالون كمان عرفت برو سو شفت الابليكيشن تيك توك كل العالم فاتحين قلت هات خلينا نجربها قمت جربتها تقبرني تقبرني على الحلقة هيدا ما بعرف كيف انه بيقولوا فجأة بلشوا العالم بيتلتوا على سناني انه سنانك فلتر سنانك فلتر سنانك فلتر وهيك كملت اخي صار عندي فانزات وهيك طب سنانك فلتر؟ لا انت شو شايفين انتو؟ لا they're very white لا بيقدم ولا بيأخ ليش صرت معروف على تيك توك؟ What made you become popular على تيك توك؟ كوميدي maybe Because I have a partner كنت أعمل معه تيك توك اسمه رودي حموي أكيد العالم بيعرفوه يعني So كنت أعمل عليه دروبة مثلا نزلنا نكت لبنانيشي ثلاث مرات أنا وياه سوا وهيك وبلشوا عالم الصغار أكتريتهم الصغار أولاد كلهم يحبونا قدي عملهم تقريبا الفان بيس فانزات 13 هيك 13-14 حدا تمسخر عليك او تمنيك عليك لانك على تنمر كل العالم عنده بدك تطلع بدك تجيب تنمر اذا بلا تنمر مثلا كثير في عالم بيجوا بيكرهوك بس انه بسيم يعني نفس الطريقه هن بس يتعرفوا فيك بيعرفوك شخصيه ثانيه عرفتوا انه هيدا كاركتر نحن كاركترز نحن هلا ما انا بشغلي غير كاركتر بالتيك توك غير كاركتر عرفت كل العالم هيك بس ما منلوم العالم بلا ما نعرفهم هيك طب ليه بتحس بيتمسخروا عليك بس لانك على تيك توك وبدهم لا لا يمكن 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 لان ماي بارتنر واز انه شوي كثير عنده انه حركات اوفر عن الزوم سو كرمال هيك صاروا العالم يفكروني مثله سو شيء كثير عادي يعني اي نوع حركات؟ انه كمان عرفت انه كيف بدي اقول لك ما بعرف لا ما فيني ما بعرف راح بيقولوا لي شو بس ما فيني اقول انسى anyway. طيب خسرت أصدقاء because of تيك توك؟ بالعكس عملت أصحاب؟ عملت ايه كتير و real friends and أصدقاء genuine؟ هلا أصدقاء ما في real friends بالحقيقة يعني بالحياة ما في الأصدقاء الهيدا بس إنه في كتير fake people تتعرف عليهم ونفس الوقت إنه الأصدقاء القريبين ما بظن تلاقي خاصة بهالوقت يعني فهمت هل انت وعم تطلع ما بتلاقي الاصدقاء كلهم يجوا كرمال شيء بدهم شيء بدهم يستعملوك ايوه 100% 100% عندك انميز على تيك توك انميز على ليك كيف بدي اقول لك الشاب لشاب يكرهه ما بعرف ما بظن انه شاب لشاب يجي يحبه انه كثير صعبه بس انه بس عندي كثير انه عم بقول لك مثل ما عم بقول لك انا فانزات صغار وبنات يعني شاب لشاب يجي يقول لك هالشاب شو حاله ما في ما بيظابط سو بيقول لك هيدا ما اعرفه بوب سكيب ما تتنمروا على العالم اذا ما بتعرفوا بس هو بس ماينو وردي 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 هيك انا عندي شي مشكله بس بحياتي مش قايل لحدا ولا بفكر اقولها بس انه بتقلنا اياها اليوم صعبه لا صعبه ليك يمكن بالعكس انا اذا بقول لك الحقيقه يمكن العالم كثير يحبوني بس انا ما بدي هل نوع ماي تايب اي شيء ما بخبيها ما فيني ما بدك تشفي ما بدي ايه العالم يقولوا ليك حرام لا مش ماني حرام بالعكس تعلمت من الحياه امتين بلشت الباشن تبعك تقص الشعر انا ما عم بقول لك هيدا القصه بهيداك القصه ما فيك تقول لي يعني ما فيك تفوت بال صعبه ما بهيداك الاوقات انا صرت حلاق باوقات الصعبه
يعني عرفت؟ كنت مجبور يعني كان عن لو انت فهمت اذا فهمت خلي فهم فهم لا انا انجبرت كون حلاق عم بقلك شيء عندي اياه بالحياة يلي صار معي جبرني كون حلاق وظهرت وصرت حلاق و انه كان حلمي يكون انه خلص بدي اوصل لمرحلة خيي عرفت؟ تعلمت بمحل مش منيح. طيب هلا تعلمت تحب مهنة الحلاق يعني هلا بدك اكيد 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 صار لي 11 سنة بالمصلحة انا يعني طفولتي كلها بالحلاقة. شو هدفك بالحياة او شو هدفك بهيدا المحل بدك تكبره بدك تفتح فروع؟ انا بلبنان ما عادش بفكر شيء بالهدف هون انسى نو كات شوي عم فكر سكر المحل وفل خلص يعني المحل عم بنزل بس لاتسلى مصلحتنا دولارين عم نقص شعر بهدلة بتبيع كمان تياب بالمحل صح 100% لك الفاشن شيء مهم برو الفاشن هو قصة كلها ليك انا شو بدي اقول لك يعني انا بحب الفاشن خي اكيد اكيد بس انه هول البضاعه لازم انا غيرهم هول قدام صاروا خلص انه عرفت بس ما عم جيب ليك انا ستيلي هلا كثير صعب تلاقي هون برو لان خلصوا كل الحلوين اللي كنت جايبهم خلصوا يعني هول مش ستيلي كثير عرفت بس انه هجره هيدا بلبق غير شيء معه اكيد مهم كيف الشخص بيلبس اكيد بهالحياه اكيد اللبس هو بفرجي على نص الكاركتر تبعه له نظره لعندك جبتيني كيف ما حسيت شو اكبر هدف لك بالحياه خي برو هدفي بالحياه ليك انا ما بدي املك شيء ما بحب شيء انا بس عم بعيش بهالحياه بس لشوف طفله ابني يعني عرفت احمل ابني هيدا هدفي ما بيهمني لا مال لا شيء ولا شيء عندك ابن لا املك انه يكون عندي عرفت هيدا هو عائله يعني عائله يعني وقت هذا ليقدر بتموت شي نهار انه طفلك ياخذ هي انهيرتس ماي تاي وهو بيكمل بالفيجن لا يغير بغير قصص لا اكيد يكون اقوى من ناريك يعني هيدا هو بتحب ابنك يكون لا انا عم بقول لك مثل ما عم بقول لك الناريك حواليه كله فيك بيبل كله عالم اللي حواليه كلهم فيك يعني يكون اقوى مني اذكى مني عرفت الفيك بيبل ما بدنا بالحياه طيب سؤال انت كثير بتغني على تيك توك بتعمل ليب سينكينج وهيك بتحب بتغني بالحقيقه بتعرف تغني لا ليك انا شهرت غنيه تركيه على تيك توك وضربت الدنيا كلها يعني كل العالم بيعرفوا اكثريتهم مثل ما عم بقول لك الصغار عملوا نفس الرقص تبعي رقص انا اخترعته الغنيه انا اخترعته على تيك توك بس مثل ما عم بقول لك الاطفال كلهم كانوا يحبوني اي غنيه كانت؟ اجل رايوري يوريكورك ميورم ارضى بقلبي نيوك ليورم جنت تنشي تشيك ميتوم ليورم هيدا وانا انا سجلت على استديو باي ذا واي مش منزلها فيك تغني؟ ايه بس شو بعد فيك تغني لنا شيء هيك بنبسط فيه؟ تركي اذا بدك لا والله ما بحب غني انا بس هيدا انا ما بغني؟ عم بكذب علي؟ لا 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 قبل ما تشوف حالك علينا شوف اذا حدا شايفك وروح بس ماي وردي 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 ما بعرف شو بدي اقول له يعني بدي اسالك تشارات صار لي 11 years انا ريك يا جوزيه شو الغيبه هيلم طب ولا لشعراتك شو ليه مو علينا خيي شو خيي شو المشكلة بدنا نقص خلص اخيرا ايه من الساعة قالوا لي ما بدك شعر نقص يا جوزيف ما بتسلم يا انت هون ما بتسلم خيي ما انتبهنا ما انتبهنا لرحت الكل شو هيدا سربريز ولا صدفة شو جاي نقص اوكي ايه اختيار اولدم دم مظهور مني من يوم الغب وبابا يغلر مني لما تفيه طبعا شخص اتسلو حتى بيتم شو جرفان ملفلان شو هالميلة خلص طرقتونا عين تركنا ماشي الحال
سخنها هي ما بدنا بيها. ما تخافش شو بك يا زلمه هي شو بك لا باي 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 با